وقت كنا صغار وبمرحلة الطفولة كنا وقت نضيع أو نفقد لعبة كتير صغيرة من أشياءنا الخاصة نشعر بحالة حزن بسبب هذا الفقد. بوقتها كانت قلوبنا كتير صغيرة وما كنا نعرف أنه للفقد في كتير أشكال وصور. كبرتنا سنين وقدرنا من خلال التجارب ومن خلال الشيء اللي مرق بحياتنا نعرف أنه حالة الفقد إلى صور كتير مشاعر ومعاني بكل زوايا ومنحنيات الروح. اليوم حالة الفقد قد ايه صعبة هايدي؟ طبعا كتير صعبة وخصوصا إذا يعني عم نقول أطفال هون يمكن يفقدوا حدا من أهاليهم، يفقدوا أشياء معينة أو حتى حياتهم. صحيح. اليوم ضمن مساحتنا رح نعرف أكثر عن حالة الفقد ولكن بنظرة درامية سينمائية إخراجية. حنشوف اليوم ضمن فيلم نجمة يلي عم يعالج موضوع الفقد واللي سلط الضوء على مدى الاحتياجات يلي بيحتاجها الأشخاص اللي بيعانوا من هي الحالة ليقدروا يكفوا هي الحياة بالصحة النفسية الصح. هذا الفيلم هو فيلم روائي قصير وحاز على جائزة مسابقة سيناريو الأطفال في المؤسسة العامة للسينما بعام 2015. وأكيد الفيلم من سيناريو وإخراج الإعلامي محمد سمير طحان وإنتاج المؤسسة العامة للسينما وبطولة الطفلتان يانا العائدي وشهد الشطة وكل من الفنانين فراس الفقير، مي مرهج وعبير بيطار، آيات الأطرش والطفل نور الدين طحان. لنتعرف أكثر مشاهدينا على هيدا الفيلم القائم على المعالجة الفنية الإنسانية اللي بتلامس وجع كثير من الأطفال عن الفقدان. لنحكي أكثر عن الموضوع. خلوني رحب بالأستاذ سمير. يسعد صبحك أستاذ. صباح أهلا وسهلا بحضرتك معنا. صباح الخير رشا. صباح الخير للسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. الزميل والصديق والإعلامي والمعد بالفضائية السورية الكاتب والمخرج، يعني ما شاء الله اليوم هيك يا سمير دائما بنقول في إشراقات في جوانب مشرقة بحبي شخصيتك. أول شيء بدي أقول لك يسعد صباحك. يسعد صباحك رشا. أهلا وسهلا فيك. اشتقنا لك. نحن اشتقنا لكم. خلينا نروح لنجمة، نجمة اللي أبصر النور حاليا وأنجز عمل التصوير. خلينا هيك نعرف من خلالك اليوم عن محتوى هذا العمل، عن شو بيحكي. نص فيلم نجمة أنا كتبته بال 2015، هو أول نص سينمائي بكتبه، أخذ جائزة مسابقة المؤسسة العامة للسينما، مسابقة سيناريو سينما الأطفال، وكان اسمه الدمية المحاصرة. القصة تبعه كانت مختلفة بسبب الظرف بعام 2015. كنا عم نحكي عن طفلة بتضطر هي وأسرتها للنزوح من بيتهم، بيتهجروا بفعل الإرهاب، فبتضل الدمية تبعها بمكان بعيد عنها، فبيضل في عندها هذا الاشتياق والحنين إلى هذه الدمية، وبتضل تبعت لها رسائل وأكل مع الحمام. الظرف اختلف اليوم، حبينا أنه ننفذ هذا النص بسنة 2023، والمحافظة على التيمة الأساسية تبعه اللي هي حالة الفقدان لدى الأطفال، وما في أكبر من حدث الزلزال اللي أصاب سوريا وعانى منه الكثير من الأشخاص. فحولت النص لأنه يكون في عنا طفلتين بنفس الأسرة، شقيقتين كمان بسبب الزلزال بيفقدوا دميتهم اللي متعلقين فيها. هي نجمة، هي أنا ما بعرف إنه عن دمية عم يحكي، على فكرة بلشت المقدمة بالدمية ولكن ربطتها بالطفولة فورا. تماما. فهو هي الدمية اسمها نجمة، الطفلتين اسمهم شمس وقمر، بيعدوا بمركز إيواء، بيجوا شباب وصبايا متطوعين ممثلين لحتى يعملوا لهم فعالية ترفيهية. أحدى الممثلات بتشوف إنه هدول الطفلتين عندهم مشكلة، يعني ما عم يتفاعلوا معها، ما عم يضحكوا، ما عندهم قدرة على التفاعل مثل أقرانهم من الأطفال. بتوزع هدايا، ما بيقبلوا ياخذوا الألعاب، بينسحبوا تلحقهم، بيروحوا على السطح، عم يبعثوا مثل العادة لنجمتهم، عم يبعثوا لأكل ليتطمنوا عليها. فهون هي بتتعرف عليهم أكثر وبتعرف شو عم بيصير عنهم وبتعرف قصتهم، فبتتأثر هي بهذا الموضوع، ولا تروح بعدين برحلة هي لحتى تبحث لهم عن هذه النجمة. طبعا الممثلة أيضا يعني هون عطيناها اسم سما لحتى يكون في عنا حالة كمان رمزية ما بين شمس وقمر وسما اللي احتضنتهم، والنجمة اللي هي الجاري البحث عنها. ايضا تم يعني تعميق الفكره دراميا لطرح موضوع الفقدان الحقيقي، فقدان الانسان. فعنا كان بالخلفيه قصه ماري اللي فقدت بنتها بالزلزال، عم نشوفها بكل مفاصل المشاهد اللي هي موجوده ايضا بمركز الايواء، وعم نطرح بالنهايه ضروره واهميه احتضان الناس المنكوبين بالازمات،
اللي فقدوا إما شخص أو فقدوا خصوصيتهم أو ذاكرتهم أو فقدوا شيء حميمي بالنسبة لهم اليوم، لأنه الفقد هو متعدد الأوجه. أنت اليوم عندك علاقة مع أشيائك، هدول الأشياء إذا فقدتيهم أنت بتحسي أنه فقدتي شيء من ذاكرتك، شيء من شخصيتك، شيء من حياتك، فهذا كمان بحاجة لترميم، بحاجة وخاصة لفئة الأطفال. صحيح. أنه هذول بيتركوا أثر سلبي على حياتهم وعلى مستقبلهم، فحاولنا أنه نعالج هذا الموضوع، هذا الموضوع بعدة أبعاد لحتى أي كانت سوية المشاهد تصلوا رسالة لابن موصلة. تمام، يعطيكم ألف عافية وأستاذ، يعني حمستنا لحتى نشوف العمل بشكله النهائي. خلينا نحكي شو سبب تأخركم اليوم بتصوير الفيلم؟ ذكرت أنه من 2015 النص كان جاهز، شو السبب لحتى صورته لهلا؟ هلا في أسباب تتعلق بالمؤسسة وفي أسباب تتعلق فيني أنا شخصيا. كان في أولويات لتنفيذ، ما كان في أساساً آلية لتنفيذ نصوص اللي فايزة بالمسابقة لدى المؤسسة، بالإضافة لأنه أنا فتت بمشاريع أخرى، نفذت عدة أفلام وهو كان هذا أول نص لي. بعدين تأخرنا بإنتاجه وتغير الحالة الاجتماعية، أنه أغلب الناس رجعت لبيوتها، فما عاد في عنده حالة طازجة أدمية. حدث الزلزال أعادوا إلى الصدارة، لحتى ضروري أن اليوم نطرح موضوع الزلزال، فما شفت أفضل من هذا النص مع إعادة معالجته الدرامية ليواكب هذا الحدث الكبير، نعالج موضوع الفقدان والحالة السلبية اللي خلفها الزلزال لدى هذول الأطفال. طيب سمير، اليوم وقت عم نقول أطفال عم نقول السهل الممتنع، واليوم عم نحكي عن حالة كلنا مرقنا فيها، لو ما في حدا مستثنى من حالة الفقد، إن كان مثل ما قلت للأشخاص، للأشياء، للذكريات، أحياناً بتفقد لمكان بيكون كتير بيعملك حالة فقد بحياتك. صحيح. اليوم وقت عم نتعامل مع أطفال، هدول الأطفال حتى يقدروا يقدموا الشيء اللي أنت عم تشوفه كنص وكرؤية إخراجية، في إحساس مطلوب. اليوم ما كان في صعوبة بتناول هي الحالة مع الأطفال؟ أصعب أنواع الفنون هو الفنون اللي بتتوجه للأطفال. صحيح. فما بالك إذا كانوا كمان أيضا صناع من الأطفال، فهون الصعوبة بتصير مركبة. والعمل مع الأطفال هو مغامرة، المغامرة يجب أن تكون محسوبة، يجب أن يتم الإعداد لها. أنا من خلال مشروعي بالسينما مركز على موضوع الأطفال، لأنه بشوف فيهم مستقبل سوريا. عالجت العديد من القضايا اللي خلفتها الحرب على الأطفال. صحيح. موضوع اليتم، موضوع العمالة، موضوع التشرد، وهذا موضوع الفقدان كمان. فاليوم المراهنة على مواهب صغيرة هو بحاجة إلى الكثير من الدراية وكثير أيضا من المغامرة. فكان عندي طفلتين، شهد الشطة اشتغلت معي فيلم بوضة بهي السنة، إنتاج مديرية الإنتاج بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي بنت كتير شاطرة موهوبة. ايضا ايانا العائدي، انا صديق للعائله، وكنت شوف دائما تعمل مقاطع لحالها على الموبايل وتنزل على السوشيال ميديا. البنت موهوبه ايضا وعندها خيال، بالاضافه لانه الطفلتين بيشبهوا بعض. يعني اللي بيشوفهم كل اللي شافون يقولوا هدول الطفلتين، هدول توم، مستحيل يكونوا ما بيقربوا بعض، مع انه هن من مكانين مختلفين وما بيعرفوا بعض. حال اللي صارت بيناتهم بالفيلم هي حاله حميميه جدا قويه، كانوا كانهم اخوات فعلا، كانوا كانهم اصدقاء من سنوات. انا هذا الاثر اللي براهن عليه اليوم، دائما بشتغل على مع كادر يكون متبني لهذا المشروع، لانه هذا المشروع بحاجه الى حب، بحاجه الى شغف لحتى يطلع بالصوره اللي نحن بنرجوها. فكان في حاله تبني من الطفلتين، واشتغلنا معاهم لحتى نوصل لأعلى نتيجة ممكنة، بالإضافة للتبني من كافة فريق العمل، سواء من فنانين ممثلين أو من كادر فني وأيضا من المؤسسة. تمام. يمكن كان لكم أكثر من عمل عن الأطفال، وسابقا حكينا مع حضرتك عن فيلم أماني، اليوم فيلم نجمة، شو بيميزه عن غيره من الأفلام؟ نجمة له خصوصية، اليوم هو عم بيطرح الحالة النفسية لهذول الطفلتين بطريقة المراقب أو بعين المراقب، وأيضا في حالة تلصص عم بتكون، يعني نحن في عنا قصة على الواجهة عم نشوفها، اللي هي قصة الطفلتين، وعم نبحث يعني عم ندور ونكون معهم بكل أحداث الفيلم لنعرف شو بده يصير، مين هي نجمة، هل حترجع نجمة ولا ما رح ترجع. وبالباك جراوند عم نشوف دائما ماري اللي هي عم تعاني أيضا من حالة نفسية معقدة، اللي ما عم تقدر تصدق إنه هي فقدت بنتها، انه بنتها ما لها راجعه. فهي الانتقالات عم تكون بحاله سلسه، كان هون تتطلب حاله اخراجيه خاصه، كان في مساحه ايضا لمشاركه الفريق الفني بتعميق كل شخصيه
لحتى نعمل حتوتة درامية مسبوكة دراميا وذات أبعاد فكرية وفنية عميقة، يكون أي أن كانت سوية المشاهد يقدر يلتقط الرسائل تبعها. فالأستاذ فراس عمق شخصية الأب من خلال طرحه، لأنه يكون هو حدا متطوع أيضا، هو منكوب ولكنه متطوع في إغاثة المنكوبين. فهي حالة اجتماعية تكافلية ضرورية لازم تكون بالمجتمع. قد ما كنت تعبان ففي حدا تعبان أكثر منك بتقدر أنك تساعده بالشيء اللي بتستطيعه. أيضا الأم هي مدرسة عم تدرس أولادها رغم الكارثة اللي هن راح بيتهم، يعني راح كل شيء، يعني البيت اليوم هو الأمان لأي أسرة وهو جنى العمر. فهنا هي عم تدرس ايضا اطفال المركز، عم تدرس اولادها بحاله تطوعيه، بحاله تفاؤليه للمستقبل لحتى نبني مستقبل افضل. نعرف انه الواقع سيء لكن نحن بحاجه الى العمل حتى نطلع من هي الحاله. وايضا طبعا هون تحيه للاستاذ فراس الفقير وتحيه للاستاذه مي مرهج اللي مثلت دور الام، وايضا الممثله عبير بيطار اللي مثلت دور ماري، وايضا كان لها دور بتعميق هذه الشخصيه، كان لها مشهد واحد ارتئينا انه يكون لها تواجد على كامل مسار الفيلم لحتى نعطي بعد أعمق لشخصية ماري وحالة الفقدان الحقيقي لدى الإنسان السوري نتيجة الزلزال. الفريق العمل كله كاملا كان يعني عم يعمل بظروف صعبة، صورنا بأماكن مهدمة، شروط التصوير كانت صعبة، الأطفال كان مطلوب منهم يعطوا حالة حقيقية خاصة مشهد الزلزال. عم تحكي أنت عن مشهد بدك تعطي مصداقية لأنه صار في زلزال، فكان مشهد صعب صورناه ليلا، وصلنا يعني 3 الصبح لحتى خلص معنا المشهد. فكان في حالة من الشغف وحالة من التعاون وحالة من التكامل مع بعضنا البعض كاملين. أدي كانت اليوم الأطفال فرحانين بهي التجربة وخاصة إذا عندهم أساس. اليوم سمير أول شيء بدنا نوجه تحية لكل فريق العمل، زميلنا فراس الإعلامي والممثل سعد صباحك أكيد ولكل فريق أكيد. العمل سمير اليوم حضرتك كاتب ومخرج العمل، واليوم دائما نحن بنقول إنه وقت اللي بيكون المخرج هو كاتب النص بيكون عنده القدرة أكثر على تحريك الشخصية أثناء الكتابة على الورق، يعني أنت قادر اليوم تتخيل كيف رح تشتغل هي الشخصية. وبالمقابل في كثير من الكتاب والمخرج بيقولوا لا، انه المفروض انه نعطي كل حدا اختصاصه او نكون في وجهتين نظر بالعمل. شو رايك بهي الفكره؟ وهل اليوم انت مع انه يكون الكاتب هو نفسه المخرج؟ لا، باي عمل فني الاساس هو للنص. اذا كان النص هو نص قوي ومتكامل ومتين، فانت بامكانك انك انت تروحي لتنفذي بطريقه باي طريقه بدك اياها حسب رؤيه المخرج. هلا لما بيكون الكاتب هو نفسه المخرج، اذا النص متين وهو عنده قدره اخراجيه فهو الاقدر على انه يوصل فكرته. احيانا بتواجهنا عقبات فهون بدها حلول، وهي الحلول احيانا بتكون دراميه وليست اخراجيه. يعني انت هون بصير في اعاده كتابه اثناء التصوير. صحيح. هذا بيتطلب سرعة بديهة، قدرة على الكتابة، قدرة على عدم الخروج عن النص والمحافظة على رسالة النص والثيمة الأساسية اللي نشغل عليها، بحيث أنه يكون في بدائل سريعة توصل النتيجة اللي أنت حابة أنك توصليها وتتغلبي على كل الظروف الصعبة والعقبات اللي بتواجهك أثناء التصوير. تمام. شو اللي بيميز اليوم الكتابة عن قضايا الأطفال عن غير من القضايا الموجودة بالمجتمع؟ أصعب أنواع الكتابة والعمل الفني هي ما يوجه للأطفال، لأنك أنت بدك تشتغلي بعقولهم. اليوم أطفالنا هن ما هن أطفال عاديين، أطفال السوشيال ميديا والتكنولوجيا، هن عندهم عالمهم الخاص، عندهم رؤيتهم الخاصة للعالم وللحياة. فأنت بدك تكوني على دراية وعلى تماس مباشر معهم. أنا بلتقط منهم التقاطات وبرجع بعالجها وبرجع لهم إياها، فدائما برصد ردة الفعل تبعهم، بسألهم، هن شركاء حقيقيين. يعني أنا وقت بقول لهم فهمتوا الفيلم، حبيتوا الفكرة، مزبوط هيك، هلا إذا كنا هون شو بنعمل؟ بنساوي هيك ولا هيك؟ فباخذ منهم وبرجع بعيد صياغة الحدث لحتى يطلع أكثر مصداقية وأكثر حقيقية. من يعني هون بنبتعد عن التنظير، أنا ما بحب التنظير وما بحب التوجه المباشر والتلقين والحالة الأبوية بالفن. يعني لازم يكون في شيء صادق بالفن، انه انت تتركيهم هن يتصرفوا بمساحه من الحريه ويقدروا هن يلتقطوا، لانه احيانا هن بيلتقطوا شغلات نحن ما بنكون دارين بالنا عليها، يعني ما لنا شايفينها. سكر عندهم افكار كمان حلوه خرجوا يتبناها الشخص. نحن نستفيد من هي الافكار باعاده معالجتها واعاده طرحها بطريقه هي تكون مقبوله لالهم ومفهومه لحتى نوصل رسالتنا الاكبر لمجموعه من الاطفال اوسع على مستوى العالم اليوم، لانه انت الطفوله هي مثل المصر.
الموسيقى. صحيح. الطفوله هي واحده بكل انحاء العالم، لسه يعني ما وصل التلقين عليها والايديولوجيا، فكل الاطفال العالم بيشبهوا بعض. فانت لما بتستفيدي من هي الحاله بتاخذي حاله طازجه اكثر وبتقدري توصلي فيها للعالميه، غير لما بتكوني عم تطرحي قضايا اجتماعيه بحته محليه مغرقه في محليتها. وهذا اللي عم نحاول نعمله. يعطيكم الف عافيه. عم نشوف بعض الصور شالوها مرقت معنا، بعض الانثرتات لاجواء التصوير اليوم. سمير، وقت منقول صحفي واعلامي ومعد برامج، كاتب وصحفي، وعندك اليوم افكار جدا حلوه، بحاجه اليوم لتخدين، بحاجه لدعم اليوم، يعني افكار شباب عندنا اليوم طاقات كثير حلوه اليوم، انتم شو الدعم اللي بحاجه له لتقدروا توصلوا الرساله صح؟ اليوم أي حدا عنده أفكار هو بحاجة إلى بيئة داعمة وحالة من التبني لهذا المشروع لحتى يبصر النور. أكيد. الفن اليوم بحاجة إلى دعم مادي. صحيح. إحنا اليوم بحاجة إلى جهات إنتاجية. أنا لحد الآن لم أعمل إلا مع القطاع العام، سواء مؤسسة السينما أو مديرية العامة للمسارح، مدير عام الموسيقى والمسارح في وزارة الثقافة، أو مديرية الإنتاج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. القطاع الخاص اليوم الدخول على هذا القطاع كثير صعب، لأنه هو في حالة من الشلالية، حالة من التجارية، يعني هو مشاريعه أغلبها تجارية، موضوع الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي هو بيكون مؤخر. أنا كإعلامي اليوم أو أعمل في الإعلام وصحفي، كان عندي مشروع خلال سنوات الحرب هو الاهتمام بالإنسان السوري من خلال أي مجال أنا بعمل فيه. نعم. من خلال الصحافة أنا بهتم بكل المجالات اللي فيها إشراقات إنسانية. من خلال عملي في المسرح اهتميت بمشاكل الإنسان السوري وخاصة المرأة. من خلال السينما مركز على موضوع الأطفال. عم أبذل ما كل ما أستطيع من جهد لوصل هاي الرسالة على قدر استطاعتي، بس لاقي فرصة للإنتاج، بس لاقي حالي من التبني، فأنا جاهز دائما، دائما عندي مشاريع، دائما عندي نصوص جاهزة للتنفيذ، لكن في عقبات اليوم موضوع الإنتاج، عقبات مادية، عقبات حتى اقتصادية. الإنتاج الخاص اليوم هو بتحسه ببعض الزوايا مصادرة للأفكار، اليوم بجوز هو قادر يغير لك الفكرة أو النص يعني، وهذا الشيء بجوز ما يرجع أنك تقبل اليوم أن يكون في مصادرة لأفكارك كرمال تخدم فكرة تجارية. تماما، لأنه اليوم الحكم هو السوق، والسوق اليوم بيتطلب أشياء اليوم قد لا توائم المجتمع السوري، يعني اليوم هو توجهه أكثر للخارج، السوق الخليجية أو اللبنانية أو المصرية، ونحن اليوم في اختلاف، في لنا خصوصية اليوم كمجتمع سوري، عانى من سنوات الحرب وعانى من الحصار وعانى أيضا من الزلزال، فنحن بحاجة لأن نعالج قضايانا. اليوم ما بتشوفي إنتاجات بالدراما تعالج هذه الأزمات وهذه القضايا، بيروحوا لشيء أكثر شيوعا بالمنطقة العربية، استهلاكي تجاري يلحق المظاهر خلينا نقول أكثر حتى يحقق أرباح مادية على حساب الفكرة والمحتوى والمضمون. نتمنى أنه يكون في نهضة فكرية، يكون في يعني شراكات، فلتكن هناك شراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع العام لتقديم أعمال يعني يعنى فيها الإنسان السوري والمجتمع السوري. لحتى ننهض اليوم لازم يكون الفن مساهم في معالجة قضايا المجتمع السوري حتى نروح لغد أفضل من أجل سوريا. تمام. أستاذ سمير، خلينا نوضح اليوم شو الأماكن اللي اخترتوها اليوم لحتى تصوروا هذا الفيلم الروائي، وكمان خلينا نوضح مدة الفيلم قد ايه كانت مدته؟ لسه بنبدأ ما انضبطت معنا، نحن هلا بدنا نفوت بالعمليات الفنية للمونتاج. نحن اخترنا أماكن فيها تهديم. الفرضية تبعنا هي جبلة، نحن على أساس عم نشتغل على مدينة جبلة اللي صار فيها الزلزال وتأثرت نتيجة الزلزال بشكل كبير، لكن ما قدرنا نروح على نصور بجبلة، فصورنا بأماكن قريبة من دمشق فيها انهيارات سببها الزلزال. أيضا صورنا بمدرسة على أن هي مركز إيواء، فحاولنا أن نكون أكثر مصداقيين، نقرب من المنطقة اللي إحنا مفترضينها من خلال الشخوص، من خلال شوي باللهجة، ما رحنا للهجة محلية مغرقة في محليتها، بعض الكلمات لحتى نقول نحن دلالة على المكان. أيضا كان في حالة يعني أنه اخترنا الأسرة تكون تشبه بعضها، في حالة منطقية بموضوع الشبه ما بين الأم الأستاذة مي مرهج الطفلتين فني شقر عيون خضر، ابني كان أحد أفراد العائلة هو صغير نور الدين طحان عمره 5 سنين ونص. عمره 5 سنوات ما شاء الله، خلينا يعني وهو أول مرة بيمثل. كيف كان تقييمك له كونه أول مرة يعني؟ هو اليوم أنا يعني زجيت فيه بهي التجربة لحتى يكتسب قوة شخصية أكثر، هو خجول
بس يمكن الأطفال اليوم عندهم شيء بالفطرة اليوم هذا الجيل يعني بتحس تماما. هلأ أنا شايف أنه عنده شيء، هو عنده إحساس مرهف، ذكي جدا، مبادر، وعنده تحليل للأمور اللي بيشوفها بطريقة غريبة. أنت يعني ما بيمرق شيء عليه إلا بيسأل عنه. فحبيت أنه يجرب هذه التجربة حتى يكتسب حالة جديدة، اكتسب صداقات الكل حبوه تفاعلوا معه. كان ببعض الأماكن خلانا نغير أحيانا بالمشهدية بس كانت لصالح المشهد. اليوم التعامل مع الأطفال يجب أن يكون بهذه العفوية، بهذه الشفافية، لحتى نخرج بمادة أصدق تكون أكثر صدقا وأكثر تعبيرا عن الأطفال، أطفال سوريا، لحتى نكون نحن كمان حقيقيين بالشيء اللي عم نقدمه ونقدم فن حقيقي. ذكرت نقطة كتير مهمة، اليوم نحن عن جد بحاجة اليوم نشوف شيء بيشبهنا، بيشبه الواقع اللي عم نعيشه، بلامسنا. يعني ملينا أو تعبنا من الألوان والغرف الفاخرة كتير، اليوم الواقع ما عم يحكي بهاي القصص يعني. فنحن يعني أي حدا عنده هيك موهبة نتمنى أن يكون في دعم لإلها. سمير، حكينا أنه نحن بدنا نبلش بالعمليات الفنية، في مبعث اليوم شو هي خطة عرض الفيلم؟ يعني اليوم وضعتوا خطة لهي النقطة أو كيف؟ هلأ صديقتي لقلك شغلي، نحن اليوم أفلام القصيرة ليس لها فرصة عروض خاصة في دور السينما لأنه هي أفلام للمهرجانات، ونحن اليوم ليس لدينا مهرجان سينمائي في سوريا بعد توقف مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بسبب كورونا، وحتى الآن لم يتم إعادته. أسعى إلى أن يكون لهذا الفيلم عرض خاص بمناسبة اليوم العالمي للطفولة بشهر 11/20/11، إذا كنا خالصين طبعاً العمليات الفنية، بتمنى نكون خالصين طبعاً، حتى يكون له فرصة اللي حتى يشوفوا الجمهور السوري، وبنفس الوقت تكون رسالتنا هي لكل العالم من سوريا بضرورة رفع الحصار عن سوريا ليتم رفع آثار الزلزال السلبية عن هذا المجتمع المحب للحياة اللي فيه طاقات كبيرة. احنا هون عم نرجي قديش هذا الشعب وهذا الجيل من الأطفال هو شغوف بالحياة، وهو حدا يستحق الحياة. يعني يجب أن تتوقف هذه آلة القمع يعني العالمية ضد سوريا وشعب سوريا. فنحن نحاول من خلال السينما، من خلال الفن، أن نقول كلمتنا لتكون هي يعني موازية للعمل الدبلوماسي والسياسي الذي تقوم به القيادة بما أوتينا من قدرة ومن إمكانيات، علنا نصل إلى أن نؤثر بالرأي العام العالمي، ويكون هناك رفع لهذه العقوبات ليحيا شعب سوريا كما يستحق، لأننا كنا وما زلنا يعني دعاة سلام ودعاة حضارة ودعاة إنسانية، ونستحق هذه الحياة طالما نحن على هذه الأرض. تمام، يعني بالختام خلينا نحكي بالنسبة لأعمالك القادمة، هل نحن رح نضل نحكي عن فئة الأطفال وقضاياهم أم لا ممكن نتوجه لقضايا تانية بالمستقبل؟ صديقتي أنا عندي أكثر من مشروع، في شيء مكتوب، في شيء عم يكتب، سواء في المسرح سواء في المسرح أو في السينما أو حتى بالدراما التلفزيونية. عم حاول أني أدخل لهذا الجانب، وأيضا على مستوى الإعلام عم بشتغل على أكثر من مشروع. الموضوع مرهون بالإمكانيات وبالفرصة، أنا جاهز لتلقف أي فرصة تأتيني يعني، وأبحث عن هذه الفرصة ولا أنتظرها، على أمل أن تجد هذه الأعمال النور قريبا لنكون شركاء كلنا في بناء سوريا المستقبل التي نحن بها. كلنا بحاجة اليوم للفرص. بنتمنى لك كل التوفيق سمير بعملك، وإن شاء الله هيك بعرض الفيلم حنكون من الناس المتواجدة بصفوف الأولى، ما تنسى تدعونا. أكيد. شكرا لك سمير والحضور. شكرا لك أستاذ، وإن شاء الله تكون هيك الأصداء إيجابية عن الفيلم. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم للفريق الإخبارية، وتحية لكل كادر فريق فيلم نجمة وللمؤسسة العامة للسينما. أكيد. شكرا لك سمير.